لا بس خلي المدامات معك، لانه هذا الموضوع انا معنى فيه مباشره. السؤال اللي طرحته دانيا انه بعض الاعلام وسائل الاعلام يتهمون بعض الجمعيات النسائيه بانها تحرض على رجالها، بتصور هذا الموضوع عم تحكوا عن احدى الحلقات اللي انا طلعت فيها وجهت انتقاد لبعض الجمعيات وبعض المحامين اللي عم يتدخلوا بالامور العائليه بشكل غير مدروس، يعني بشكل انه عم يتدخلوا بس لا نروح نرفع دعوة من الامرأة على زوجها وبنتركها المصيرة، بترجع المرأة على البيت بالليل بالقوة تاني نهار مقتولة. هيدا اللي أنا فتحت الموضوع. بعدين أنا أرفض رفضا قاطعا تصويرنا كمجتمع ذكوري دائما وكأنه نحن شعب عربي ما عندنا شغلة إلا ضرب المرأة وإهانة المرأة والإساءة للمرأة. المرأة هي أمنا وأختنا وبنتنا، ويعني أنا ما أعترض عليه في هذا الموضوع، وهيدي لقيتها مناسبة اليوم، هو استغلال معاناة المرأة لبناء على بعض أمور، وليس الكلام متجه للمدام وإنما لجمعيات أخرى، لبناء جمعيات تجارية تستغل معاناة المرأة وتذهب إلى الخارج وتجلب على معاناة المرأة أموالا وأموالا وأموالا على كل فيلم بيطلعوا في مرأة. مدام الإهانة لابنك والمأساة لابنك هو أن يسمع حديثك اليوم على مرأة من الملايين، وليس الاعتداء من زوجك عليك قدامه. ابنك اليوم لما يسمعك أنت عم تطلعي قدام ملايين تخبري كيف بيو كان يضربك قدامه، هيدي إهانة لإله، مش لما بيو ضربك قدامه. فأنا ما أطلب فيه ألا يكون لا للعنف ضد المرأة، إنه نحذف ضد المرأة أن يكون لا للعنف، لأنه هناك نساء تعنف نساء، هناك رجال تعنف رجال، هناك نساء يعنفن الرجال وما بنحكي عنهم. النساء اللي بتشوف تآمروا مع عشيقهم أو مع مدبين ودبحوا الزلمة، ما شفنا ولا جمعية حكيت، لأنه ما بيهم الموضوع، ما بيهمهم لأنه ما بيجيب لهم مصاري. المرأة أمنا وأختنا وزوجتنا، وندافع بدمنا عن المرأة، ما حدا يزيد علينا بالدفاع. هناك أمور شاذة، أمور شواذ عند بعض الرجال، منهم عندهم أمراض نفسية، منهم معقدين، منهم ما بعرف شو، ولكن لا نعمم على مجتمعنا. كل اليوم بدأنا بجمعية وحدة، طلعت جمعية أساسية بالبلد بتدافع عن حقوق المرأة، صرنا اليوم 30 جمعية علقوا هن ببعضهم وصاروا يلا 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 يلا، صرنا 30 جمعية، وكل مرة اليوم انه بياخدوها بتقدم دعوة. طب انا اليوم اذا رحت على البيت، انا انسان مثقف ومتعلم واحترم المرأة الى ابسط حقوقي، يمكن اختلف مع مرتي شوي، برجع على البيت بلاقي الدرك واقف قدام الباب عم ببلغني انه مرتك طلعت تشكت عليك، شو بعمل؟ شو عملوا لي الجمعيات اللي طلعوا تشكوا عليها؟ تركوها قدامي، اذا انا شوي عقلي على قده ممكن اقتلها تاخذوا ثاني نهار الفيلم حطوه على التلفزيون، شوفوا تعنيف المرأة شو عم بيعملوا بلبنان أو بالدول العربية، بجيبوا أموال على الموضوع. عذرا بعتذر، قلت هذا الكلام ليس موجها لجمعيتكم، بس لأني على اطلاع ببعض الجمعيات الأخرى ماذا يحدث داخل تلك الجمعيات وما تدفع ثمنه المرأة، يعني غير أنها عم بتعاني ببيتها عم بيرجعوا يكبروا لها معاناتها، أوقات عم توصل للقتل، وما شفنا تزايد الجريمة إلا بعد ما تزايدت بعض هذه الجمعيات التي لا تعمل إلا للدعاية الشخصية ولاستقدام الأموال. بعتذر منك مدام، بعتذر من كل السيدات بالعالم، أنا بحترمكم إلى أقصى الدرجات ومستعد دافع عنكم بدمي، بس ما تخلوا حدا يستغل معاناتكم لا للشهرة ولا للمال ولا للإعلام. شكراً.